كذب كذبة في الحياة كلمة تسمى المستقبل. أنا أمن مستقبل أبنائي، ادرس يا بني حتى تؤمن مستقبلك. المستقبل فين؟ مستقبل فريق في الجنة وفريق في السعير. من قال لك أن المستقبل فوق الأرض؟ لأن المستقبل ما يستقبلك ولا تموت بعده، وما في نعمة إلا وتموت بعدها. أن المستقبل تتخرج، طيب تخرجنا، طيب وصلنا للتخرج، طيب المستقبل تتوظف، توظفنا، تتزوج، تزوجنا، تنجب، أنجبنا، وبعدين إلى النار أو إلى الموت. لا، المستقبل وهي ترب، وهي الكذبة التي عذبت كثيرا من الآباء وعذبت كثير من الأبناء. مستقبل، لا أقول ضيع الدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ادرس يا بني، تفوق يا بني، لكن أعظم أمنية يا بني لا أن أجتمع معك في شقة تجري تحتها المجاري، لا، في قصر في الجنة تجري تحته الأنهار. هذه التربية الحقيقية.